العظم كلها كذابه، والله العظم كلها كذابه. حاط ابو سجن اكل ثريد، حاط ابو سجن اكل ثريد. يا عالم يا عالم. لا يزال أهالي منطقة جبالة في محافظة بابل غير مستوعبين للمجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات حكومية بحق عائلة بأكملها، وما زالت الإجراءات الحكومية أبطأ بكثير مما يريده أقارب الضحايا الذين يطالبون بسرعة الكشف عن خيوط الجريمة ومحاسبة الجناة علناً. تم قتلهم بالكامل، يعني ما بقى ولا واحد، يعني الطفل 15 يوم عمره قتلوه. يعني شنو هاي من 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 ارهاب؟ هذا ارهاب ارهاب بعينه. يعني هاي عائله بدخلها الطفل هاي العلاقه؟ اذا هو مطلوب ارجع عليه طبقه واخذه واخلي هاي العائله. ليش يجي يسرعوننا بالتحقيق؟ لحد الان اجت اثبت الطب العدلي ولحد الان ما استلمناهم. زين ليش يعني هيك؟ لحد الان ما استلمناهم، يعني اليوم وباكر وعقبه وكذا. صحيح تحقيق بها وهاي، بس خلي يعني ينجزون التحقيق يسرعوننا بهذا الأمر. عائلة أبيدت دون ذنب أو جريرة، حاول المجرمون بعدها أن يلصقوا بهم تهما باطلة سرعان ما تبين زورها وكذبها، ليزيد من فجيعة سكان المنطقة الذين هالهم حجم الظلم والبهتان الذي وقع على هذه العائلة المنكوبة. عم أربع حوائل هربوها بهذا البيت. إحنا ما نريد السجن، لا يقل لي سجناهم، خلي يجيبوا هنا يعجبهم قدامنا. اريد اقصاص العدل، اريد اقصاص العدل. حتى بس منهم الجنايز حقيقي اللي خش يعول ودفن. اللي يقل لي خش يعول ودفن اسوي شغلات خياط. انت موالاتك لاحزابك، موالاتك للاحزاب اللي جاي تدعمك. هذا الشغل جاي يصير بالشعب العراقي. احنا عمي مو غنم ولا احنا حشرات. يعني هسه انت حتى الحشرات من تكافحها هم تاخذ لها يومين ثلاثه، يلا 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 يموت الحشر. صحيح. وبعض السموم ما تقتل الحشرات. صحيح. انت بساعة زمان قتلتني عائله بدتها هنا وتماما حرقت عليها. ليش عمي شنو مسوي لك يا عمي؟ بنتي ليش قتلوها؟ بنتي وراها 5 اطفال وحامل. بنتي ليش بنتي قتلوها؟ ليش الريت حاغره؟ ليش بنتي الظهر قتلوها الشمس طالعه؟ جريمة إبادة مكتملة الأركان لو حدثت في أي دولة أخرى لأسقطت حكومات، لكن غياب القانون مع فقدان كل وازع أخلاقي أو ضمير إنساني فسح المجال لهذه الوحوش البشرية أن تعمل آلة القتل وتوغل بدماء الأبرياء لتجعل من حياة المواطن العراقي وكرامته أرخص شيء في هذا البلد.